اهلا بيكم في قناة الابيض تي في وحلقة جديدة من حلقات توقعات الدول. النهاردة معانا توقعات العراق للعام 2021 وايضا بدايات عام 2022. وقبل ما نبدأ حلقتنا ما تنساش تعمل لايك للفيديو، ولو انت جديد معانا اشترك في القناة وفعل الجرس عشان توصلك كل فيديوهاتنا اول باول. توقعات علماء الفلك عموما بتحتمل الصواب والخطأ، بعض منها بيتحقق والبعض الآخر لم يتحقق، وبتعتمد توقعاتهم بشأن الدول على المؤشرات الحالية في كافة المجالات سواء كان السياسية أو الاقتصادية أو العسكرية. بتوقع عدد كبير من علماء الفلك للعراق تغيرات كبرى في هذا العام، ومن المتوقع أيضا أن تقل حدة الصراعات في دولة العراق، كما سيستعيد الجيش العراقي سلطاته ونفوذه وسينجح في فرض سيطرته على الأماكن اللي خضعت لسيطرة الإرهابيين. هنبدأ معاكم بأول توقعات العراق للفلكي ياسر الدغستاني. بيتوقع ان هتتغير القوى الحاكمة في العراق نتيجة لانقلاب عسكري هيقوم به الجيش، وهيسفر عن تغير الحكم القائم في بغداد، واشار ايضا الى تحرير مدينة الموصل من يد تنظيم الدولة الارهابي، وده بمساعدة قوى غربية. واشار ياسر الدغستاني ايضا في توقعاته بشأن العراق لحدوث هجمات مسلحة على اقليم كردستان في العراق، حيث سيتم استهداف المنشآت الحكومية وكتائب الجيش في الأقليم. لذلك بينصح الدغستاني بضرورة اتخاذ الحكومة العراقية التدابير اللازمة من أجل تفادي ذلك. بعد كده هنروح لتوقعات جاكلين عقيقي الفلكية اللبنانية. بتتوقع للعراق بارقة أمل، وبتشير إلى انتهاء الصراعات السياسية بشكل كبير في دولة العراق هذا العام، حيث يفكر الجميع في إعلاء المصلحة العليا للبلاد على حساب المصالح والأهواء الشخصية. أيضا بتشير جاكلين عقيقي في توقعاتها للعراق بحدوث انفراجة كبيرة في الحياة الاجتماعية، حيث سيسود الاستقرار وتتجه معظم الفصائل السياسية بالعراق للحلول الودية من أجل إنهاء الصراع القائم. هنروح بعد كده لتوقعات سمير طنب للعراق. بيتوقع الكثير من الجوانب الإيجابية، حيث سيستطيع الجيش العراقي استعادة نفوذه وسيطرته السابقة على معظم المدن العراقية، وهتتجه الجماعات الإرهابية للهرب في أماكن أخرى على الحدود بين سوريا والعراق. أيضا بيشير سمير طنب إلى قيام الحكومة العراقية بإعادة بناء العراق مرة أخرى سياسيا واقتصاديا، كما سيتم السماح للاستثمارات الأجنبية للدخول للعراق وإقامة المشروعات المختلفة بها. بعد كده هنروح لتوقعات جوي عياد للعراق. بتتوقع جوي عياد خبيرة الفلك المصرية بقيام رئيس الحكومة العراقي بتقديم استقالته من رئاسة الحكومة نظرا لفقدانه القدرة على تحقيق أهدافه ومشروعاته، وأيضا بتشير لازدياد المظاهرات العراقية بشكل كبير خلال عام 2022، وذلك لمطالبة الحكومة بتنفيذ مشاريعها الإصلاحية بالعراق. وأشارت جوي عياد أيضا في توقعاتها ان هتتفاقم المشاكل السياسية والاقتصادية في العراق، وبتتوقع ان هيتم تقسيم العراق لثلاث دول، لذلك بتدعو الى ضرورة التمسك بالوحدة بين ابناء الشعب العراقي لمنع تنفيذ مخططات التقسيم. أما توقعات ميشيل حايك فبيتوقع أن القاعدة العسكرية الأمريكية هتستلم أهداف موجعة،
وبيتوقع أيضا أن قائد الحزب الشعبي وحزب الله العراقي في معارك مفصلية ومصيرية تحمل دم وضحايا. المنطقة الخضراء ببغداد ستكون على موعد مع التصفيات وإعادة الحسابات. سيحاول الكاظمي الصمود أمام اهتزازين، واحد منهم طبيعي والثاني أمني. زيارة كاظمية بتولد غليان. استهداف رؤوس من الجسم القضائي العراقي. تهتز العراق إثر اهتزاز القشرة الأرضية وسبر مائي مرعب. استهداف مقام ومقامات دينية والتداعيات حدث ولا حرج. قاعدة عين الأسد العسكري في عين العاصفة الحربية. تواصل ثوري ومخبورات مشتركة بين العراق ولبنان، ويقفز مغتدى الصدر من نقطة السلم إلى نقطة اللاسلم. بكده نكون وصلنا معاكم لختم حلقة النهاردة من أهم وأخطر توقعات العراق لأهم الفلكيين العرب، وده لعام 2021 وبدايات عام 2022. بشكركم على حسن متابعتكم. ما تنسوش تعملوا لايك والاشتراك في القناة، وهنستنى تعليقاتكم عن التوقعات. ودمتم بكل الخير والحب والسعادة.